يا جنة الفردوس ما بال الحشا قد بات يصلى منك ذات وقودي ذهبت بزهرتك الليالي السود يا تبا لغاتك الليالي السود لم تحتفل لك في عهود مثل ما لأبي الرضا يا لم تحتفل بعهودي جلبوه قسرا من مدينة جده نحو المدائن موثقا بقيودي حبسوه في طامورة لم ينفجر ليل الشقاء عن صبحها بعمودي تبت يد الرجس الرشيد بفعله إذ ليس فيما قد جنى برشيدي أوحى إلى سنديه ليسمه ثم تذوب به صخور البيدي فقضى سميما في السجون مشردا أيوا إماما أيوا سيدا في منزل عمن يحب بعيدي وضعوا على جسر رصافة نعشه وعليه جهرا بالإهانة نودي فرأى سليمان جنازته لم تشفع بتهليل ولا تمجيد فانصاع يسأل من يلي قائلا أي امرئ هذا وأي فقيد فتصارخوا جزعا وقالوا إنه موسى بن جعفر حجة معبودي يا قلب ذوب يا دمع عيني تفجع للي قضب سجن الرجس قلبه انفطر ما شاف بالدنيا ولا ساعة هنية بسرداب مظلم جرع كاسات بالسجن ما يعرف انهارا من العشي هضمه صبر قلبه تفطر والصبر ما أمر الطاغ تشيل بن جعفر حماميل شالوا الجنازة ولا مشت خلفه وعلى الجسر ذبوه برجلي زناجيل وقلوب شيعتهم على بنار تسعى شيعة علي الكرار فجعتهم شديدة من عاينهم مغللوا بالساق فوق الجسر مطروح ما فكوا حديدة صاحت يا ابو ابراهيم يومك صاير اقشر عزنا تبدل يا فخر طيبة وتهامة كل يوم نترجاك تطلع
الثاني الدهر بقلوبنا صواب سامه فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر. ردت الشيعة نوح والحالة شنيعة ينادون بالذلة ومصيبتهم فظيعة فوق الجسر مطروح يا كعبة بالسم فتا ومهجتك واللون مخضار ويا ولاد عدنان ومضى قلت الغيب عن جسور بغداد ارفعوا شاخل ذبوا العمايم وامشوا بجانب ثور ترى ما من صديق عليه ينغى الله يا زهراء كم جنازة جنازة من بنينا تبقى بلا موارا وشفتيها والسبب كل من الذي سقاط ورث علينا الهضم والحسرات والنار واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلود واحد على حمامي فوق الجسر جابوه وما غريب الغادر يبخل داسو وكم طفل يم حسين برض الطف مذبوح أين الصارخون وإماما ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. آمنا بالله صدق مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال وغفران الذنوب وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. نعيش أيها الأحبة قرب ذكرى شهادة إمامنا السابع من أئمة الهدى موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقه أن يفرج عنا وأن يقضي حوائجنا وأن لا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إنه لما يشاء قدير. قبل البدء في تناول هذه الآية المباركة من سورة التغابن لا بأس بمقدمة سريعة
من سيرة إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه. إمامنا طبعا ولد في مدينة تسمى الأبواء، وهذه المدينة تقع بين مكة والمدينة، في السابع من شهر صفر سنة 128 للهجرة. أبوه غني عن التعريف، جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، أما أمه فهي السيدة حميدة الذي لقبها إمامنا الأصدق حميدة المصفاة، فهي مصفاة من الأدناس والأرجاس كسبيكة الذهب، وقال في حقها حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة. ويكفيها فخرا أنها كانت وعاء طاهرا لإمام معصوم، ونحن نقرأ في زيارتهم: أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. عاش إمامنا موسى بن جعفر مع أبيه الصادق 20 عاما، ومدة إمامته 35 سنة، فيصبح عمره حين استشهاده بأبي وأمي 55 سنة، في 25 من شهر رجب سنة 183 للهجرة. يكنى بأبي الحسن وقيل بأبي إبراهيم، وعنده حينما تزوج سلام الله عليه من أكثر من زوجة، من ضمن زوجاته السيدة خيزران أو تكتم أم الإمام الرضا عليه السلام، 37 ولد، أكثر الأئمة إنجابا. إمامنا الكاظم باعتبار المدة التي عاشها 35 سنة، خلاف بعض الأئمة تشوفون أعمارهم قصيرة كإمامنا الجواد سلام الله عليه 25 سنة حينما استشهد، بخلاف 55، يعني ليست بالطويلة لكن مقارنة بباقي الأئمة التي ضاقوا أنواع التضييق والاضطهاد. عاصر إمامنا الكاظم عليه السلام مجموعة من الخلفاء العباسيين المنصور والمهدي والهادي، على آخرهم هارون الرشيد، وله عدة ألقاب: يلقب بالصابر، بالزاهر، بالوفي، بالأمين، لكن أشهر ألقاب 3. أول ألقابه العبد الصالح، وصل لمقام الرفيع وهو مقام العبودية الذي هو مفتاح لباقي الملكات. نحن حتى حينما نشهد للنبي صلى الله عليه وآله أشهد أنك أولا ماذا؟ عبده ثم رسوله، يقدم مقام العبودية على مقام الرسالة. لم يصل النبي صلى الله عليه وآله إلى ما وصل إليه من مقامات إلا من خلال ماذا؟ من خلال العبودية، كان عبدا لله، ولذلك مو أي أحد يصل إلى هذا المقام الرفيع، مقام العبودية، من ضمن ما وصل إليه غير الأئمة المعصومين أبي الفضل العباس سلام الله عليه. نقرأ في زيارته من إمامنا المعصوم: السلام على العبد الصالح المطيع لله، إلى آخر الزيارة. وكيف لا يكون كذلك وهو صاحب السجدة الطويلة، يسجد من بعد أن يصلي صلاة الفجر، يسجد إلى زوال الشمس، ثم يصلي الظهرين، يقول أحد سجانيه، فيصلي من دون أن يجدد الوضوء، فنعلم أنه لم يكن نائما في سجوده. وبعد ذلك، بعد أن يصلي الظهرين، يسجد السجدة الثانية إلى غروب الشمس، ثم يصلي العشاءين ويفطر لأنه يكون صائما، ثم يخلد للنوم قليلا، ثم يحيي الليل كاملا بالعبادة، وهكذا إلى طلوع الفجر، يصلي الفجر ويسجد السجدة، وهكذا. والذي كان يدعو: لك الحمد يا رب أن فرغتني للعبادة، ولطالما سألتك أن تفرغني للعبادة. حتى أنه هارون الرشيد جاء إلى زيارته فنظر من أعلى السطح، قال له أحد السجانين: ماذا ترى؟ قال: إني أرى ثوب ملقى على الأرض. يبدو من خلال هذه الرواية أن كان بدن الإمام ملتصق لا يعرف له، بحيث أن حتى هارون اللارشيد رأى بأنه ثوب ملقى على الأرض. قال: دقق النظر، فلما دقق النظر وجده موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وأطلق عليه أنه راهب من رهبان بني هاشم من خلال العبادة. اللقب الثاني عرف إمامنا، ونترحم حينئذ على المرحوم الحاج أحمد
العريبي رحمة الله عليه يعني يلفت الأنظار حينما كنت أقرأ في جمعية الكورة الحسينية لتقواه وهدوئه وسيماه، وما وصل إلى هذه المرتبة إلا لورعه ولعبادته، وهو مصداق من مصاديق الذين يمتثلون بعبادة أهل البيت سلام الله عليهم. اللقب الثاني الذي عرف به إمامنا سلام الله عليه باب الحوائج، وكثير عندنا حوائج أيها الأحب، إن شاء الله ما نخرج من هذا المأتم الشريف المبارك إلا وحوائجكم مقضية بإذن الله تعالى. وللتبرك نذكر هذه الكرامة التي يذكرها عميد المنبر الحسيني رحمة الله عليه الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، وهذه الحادثة موثقة حينما أصيبت ابنته بقطعة زجاجية في عينها، ويقول قطعت تقطيعة، صارت كأنها باب مفتوح، أخذها إلى أحد مستشفى بغداد، كان الطبيب أرمني، فلما نظر إليه قال إن عينها تلفت بالكامل ولن تبصر. هو يقول أراد أن يأخذها إلى الخارج إلى لندن، قال لي بأنه الأجهزة التي عندنا هي التي عندهم، هي نفسها، فسوف نجري لها عملية، وقع على عملية تجميلية فقط لإزالة الشظايا لمنع التشوه. وبالفعل في اليوم الثاني وأدخلت يقول ابنتي إلى غرفة العمليات جاءتني هذه الفكرة، يقول طالما نحدث الناس بكرامة أهل البيت سلام الله عليهم، إما أنها كذب ونحن نكذب على الناس، أو أنها صدق، لا تحتمل غير هالاحتمالين. وبالتالي توضأ يقول وخرجت ماشيا إلى ضريح باب الحوائج. يقول أرى بعض النساء في الشارع يبصرون، كنت أخاطب نفسي وأخاطب ربي يا رب هؤلاء يبصرون إلا ابنتي. فلما وصل إلى الضريح المبارك صلى ركعتين وقف إزاء الضريح، قال يا ابن رسول الله الناس يسموني خادم لكم وأنا أقرأ كراماتكم، أريدك أن تثبت وجودك. هذه الكلمة قالها، تثبت وجودك. يقول ولما رجع بعد أيام أسبوع أو عشرة أيام أزيلت الضمادات من عين ابنتي، وإذا بالطبيب يستغرب يتحجب يؤشر لها بإصبعه وهي تراه، التفت له وقال إلى أين ذهبت؟ قال ذهبت إلى باب من أبواب الحوائج إلى موسى بن جعفر ملخض، قال إن عين ابنتك ليس بها أي شيء وكل ذلك ببركة باب الحوائج. وكيف لا يكون كذلك وهو الذي قال عنه الشيخ الشافعي أنه الترياق المجرب، مجرب في قضاء الحوائج. اللقب الثالث وهو الأشهر يلقب بالكاظم، وهو الذي قد كظم غيظه، عاد ديدا أهل البيت سلام الله عليهم كلهم يكظمون الغيظ، لكن قد يتطلب الوضع أن تبرز صفة دون صفة أخرى، وإلا كلهم نور واحد كما نأتي في مقدمتي أو في شرح الآية المباركة. بعد هذه اللمحة السريعة نأتي إلى الآية من سورة التغابن، فآمنوا بالله، الآية تأمرنا بثلاثة أوامر، إيمان بالله، فآمنوا بالله ورسوله، والأمر الثالث والنور الذي أنزلنا. الله واضح أن نؤمن به، أحد لا شريك له، الرسول هو الحبيب المصطفى محمد. لكن ما النور الذي أنزلنا؟ أشار أهل التفسير، تعلمون أن للقرآن تفسير وتأويل، ظاهر وباطن، أهل التفسير أشاروا وأجمعوا على أن النور هو القرآن الكريم، فيصبح معنى الآية نؤمن بالله ورسوله والقرآن. لكن لهذه الآية تأويل، ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وهم أهل البيت سلام الله عليهم. رواية يرويها أحد علمائنا وهو العلامة المجلسي في بحار الأنوار، يأتي أحد أصحاب الأئمة وهو أبو خالد الكابلي إلى محمد الباقر عليه السلام، يقول له سيدي يا أبا جعفر ما النور الذي في هذه الآية؟
قال والله الأئمة من آل محمد. وقد يسأل سائل لماذا عبر الله سبحانه وتعالى عن الأئمة بالنور؟ القرآن الصامت هذا الذي بين أيدينا والإمام قرآن ناطق، لكن ليش عبر الله عنهم بالنور؟ قال العلماء لثلاثة أسباب. السبب الأول باعتبار أنهم جاءوا من ذلك العالم وهو الذي يسمى بعالم الأنوار. عبر الله سبحانه وتعالى عن الأئمة بالنور لأنهم جاءوا من ذلك النور. كنا محدقين بعرش الله قبل أن يخلق الله العالم بألفي عام. أنوار هم ورد عنهم سبحنا فسبحت الملائكة. الملائكة تعلمت التسبيح ممن؟ من أهل البيت سلام الله عليهم. يتضح من خلال هذه الرواية أنهم خلقوا أنوار قبل إيجاد الملائكة الأنبياء الجنة النار محدقين بعرش الله. هذا السبب الأول. السبب الثاني قالوا عبر عنهم بالنور لأنهم تعتريهم حالة من النورانية والهيبة والقداسة. وإذا جئنا إلى سيرتهم نجد شواهد كثيرة. عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله التي تقول كنا نخيض في الليلة الظلماء بنور وجه فاطمة سلام الله عليها. إذا دخل أمير المؤمنين إلى ساحة القتال كل من نظر إليه قال ما أجمله ما أبهاه ما أكمله. صاحب هذه الليالي موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حينما دخل على هارون الرشيد أجلسه مجلسه، والأمين والمأمون كانوا ينظرون من أبيهم عجبا وشافوا حالة من النورانية. أدخل حتى دابته إلى القصر، وحينما ودعه قالوا له من هذا؟ قال هذا إمام الحق وأنا إمام الغلبة، ولو نازعتني أقول يا ولدي في الملك لأخذت الذي فيه. بعد رواية في هذا الشاهد عن إمامنا الهادي عليه السلام يتضح أنهم كلهم نور واحد. ورد أنهم أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. رجل اسمه عبد الرحمن الإصفهاني، رجل فقير ومريض وليس عنده ذرية. قال له أحدهم لماذا لا تذهب إلى المتوكل العباسي، كان في زمن إمامنا الهادي، عند يوم يوزع الأموال على الفقراء. بالفعل هذا عبد الرحمن الإصفهاني شد رحاله من إصفهان إلى سر مرأة إلى قصر المتوكل العباسي. فلما وصل رأى الناس مزدحمة، سأل ما الخط؟ قال الآن يؤتى برجل من أئمة الرافضة وسوف يحكم عليه الخليفة وهو علي بن محمد الهادي. يقول هذا عبد الرحمن أنا وقفت في الطريق أنتظر وصول علي بن محمد الهادي عليه السلام، وإذا به قد أقبل على دبته تحيطه الجلاوز. يقول ما إن وقع بصري على وجهه وإذا بي أرى عليه نور يشع إلى عنان السماء. عليه الهيبة. قلت يا رب إن كانت لي عندك دعوة مستجابة أسألك أن تخلص هذا الرجل، هذا مو من أهل الفساد، هذا من أهل الصلاح. فلما اقترب مني الإمام يقول وأدنى فمه الشريف من أذني فقال لي يا عبد الرحمن الإصفهاني. ما الذي أدراه بإسمي وبمنطقتي؟ أنا أول مرة أشوفه. قال يا عبد الرحمن اعلم أن الله استجاب دعاك. علم بعد ويش أنه دعا في نفسه، ثم قال له أنه لن يصيبني شيء وسوف يطيل الله في عمرك وتنعم بالصحة وبالمال وبالذرية الصالحة. يقول بالفعل وصل عمري إلى 70 وليس بي أي علة، ورزقت بعشرة من الأبناء كلهم يحفظون القرآن، وأغلق على باب داري 1000 دينار من الذهب. دعوة من إمامنا الهادي عليه السلام. شاهدنا أنهم لهم نورانية. نأتي لن الرأي الثالث والسبب الثالث لماذا عبر الله سبحانه وتعالى عن الأئمة بالنور.
نتيجة لدورهم ينيرون الطريق من خلال الهداية. فنجد بأن إمامنا الكاظم عليه السلام مثل هذا الدور. صحيح أنه قضى على أكثر الروايات 18 سنة في السجن، لكنه كان مصداقا للهداية وإنارة الطريق على جميع الأصعدة. أولا إذا جئنا إلى مستوى الأخلاقي، فإننا نجد في سيرته أنه كان يمارس هذا الدور، دور الهداية. على سبيل المثال تعلمون أنه لما كان في السجن أرادوا أن يغوه، فأدخلت عليه إحدى الزانيات أهل المعاصي، ردها في بادئ ذي بدء، لكنهم أصروا على هذا أمر الرشيد. بعد فترة لما دخلوا عليه السجن وإذا بهم يجدون هذه المرأة الزانية ساجدة لله وهي تبكي من خوف الله سبحانه وتعالى، سألوها قالوا كلما قرأ القرآن يدخل صوته إلى قلبه كأنه مزمار داود وهو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا شاهد من الشواهد. شاهد ثاني، حينما مر على بيت يسمع فيه صوت الطرب والمجون وخرجت تلك الجارية سألها هذا السؤال، وهذا السؤال موجه بس إليه، موجه حتى إلينا، سيدك حر أم عبد؟ قالت بل سيد. قال صدقتي لو كان حر لخاف من مولاه. شوف هذه الكلمة غيرت كيان ذلك الرجل، من رجل منحرف يشرب الخمر ليالي حمراء، حينما سألها وقالت له هذه الكلمة اهتز كيانه فخرج حافي القدمين وعرف ببشر الحافي. شلون كان إرادة الطريق؟ رجل كان مخالف لأهل البيت سلام الله عليه، كلما يرى الإمام يسبه ويسب أبيه أمير المؤمنين، ترى مو سهل. سأل واحد لما يساب يمكن يتحمل، لكن لما يأتي الدور إلى سب من؟ سب الأب. ومن هو الأب؟ أمير المؤمنين وما أدراكم ما علي سلام الله عليه. أراد أحد أصحابه أن يضرب أن يقتل، فأشار الإمام بيده تنحوا اتركوه. بعد فترة استفقده، قال له أين ذلك الرجل الذي يسبني؟ قال إنه في مزرعته، عند مزرعة زراع. فجاء الإمام سلام الله عليه يزوره في مزرعته على دابته. لما نظر الرجل إمامنا الكاظم جاء على دابته قال أفسدت زرعي زرعي زرعي. شوف شلون الغضة كيف يتعاملون مع الأئمة سلام الله عليهم. نزل الإمام سلام الله عليه جلس بين يديه قال كم غرمت في هذا الزرع؟ قال 100 درهم صرفت عليه. قال كم ترجو؟ قال إني لا أعلم الغيب. قال إني أعلم أنك لا تعلم الغيب. كم ترجو؟ يعني كم تتمنى، كم تتوقع أن تحصل من حصادك من هذا الزرع؟ قال 200 درهم. فأخرج إمامنا الكاظم عليه السلام صد بها 300 درهم، قال هذه لك والزرع على حاله، لم يصبه شيء. وإذا بذلك الرجل يقبل يد الإمام وهو يقول الله أعلم حيث يجعل. شو غير كيان ذلك الرجل، حتى أن أصحاب الأئمة استغربوا من انقلابه. كان يأتي ويستقبل الإمام في مستقبلي الإمام في المسجد، التفت لهم الإمام قال أيهما أفضل، ما أردتم أو ما أردت؟ فقال له ما أردت أنك تصلح. هذا على الجانب الأخلاقي. على الجانب الاجتماعي كذلك، حينما نجد أنه أحد الموالين كان مديونا فيكتب له الإمام كتابا يقول له ابعثه إلى حاكم الري إذا وجده سوف يقضي دينك. تعامل مع من؟ تعامل مع علي بن يقطين، هذا وزير هارون. شوف شلون كان يحرص على قضاء حوائج الناس. قال له إذا ضمنت لي واحدة أضمن لك 3. ما هي؟ قال إذا ضمنت لي أنك تقضي حوائج الناس، يعني أنت تبقى وزير إلى هارون بشرط أنك تقضي حوائج المؤمنين، ولك 3، أن لا يدخل الفقر إلى دارك، ولا يستظل رأسك سقف سجن، ولا يصل السيف إلى رقبتك. وقام الإمام يسدده يوجهه، حتى أن بعض الوشاة وشوا عليه قال إنه من أتباع موسى بن جعفر. فشك هارون وقام يراقب وضوءه.
الإمام بعث له كتابا قال له بدل وضوءك من وضوء الشيعة إلى وضوء العامة، وامتثل لأوامر الإمام. ولما نظر إليه هارون إذا به يراه يتوضأ وضوء العامة، عقب الوشاة كيف توشون عليه وهو يتوضأ وضوءنا؟ فلما زال الخضر قال ارجع إلى وضوءك الأول. تسديد من قبل إمامنا الكاظم عليه السلام. علاقته ويا من؟ علاقته ويا بهلول. شوف شلون يقضي حوائج الناس في الجانب الاجتماعي. بهلول هذه شخصية عالمة، ولو لم يكن عالما لما طلب منه هارون أن يكون على سدة القضاء. جاء يستشير الإمام الكاظم عليه السلام، إذا رفضت إما السجن أو القتل، وإذا قبلت سوف أحكم ظلما على المؤمنين. قاضي تحت ظالم، سوف تأتيه الأوامر من الأعلى. فقال له الإمام تظاهر بالجنون. بالفعل في اليوم الثاني وإذا به يركب على سعفة وهو يصيح أفسح الطريق، إنها دابتي إنها دابتي. ضحكون الناس فقالوا له يا هارون هذا الذي تريد أن تجعله قاضيا إنه مجنون. قال إنه ليس بمجنون لكنه فر بدينه. هارون يعلم أنه كان عالما لكن هذه الحيلة استخدمها ليفر بدينه ولا يكون من أعوان الظالمين. هذا على الجانب الاجتماعي. الجانب الثالث هذا كله إنارة للطريق مصداقا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. على الجانب السياسي نجد أنه تارة يستخدم أسلوب السياسة اللا معلنة خصوصا مع من؟ مع صفوان الجمال. هذا أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه. شوف الإمام شلون وجهه، يقول له كل شيء منك حسن خلا صفة واحدة. وما هي ابن رسول الله؟ قال إكراؤك جمالك هذا. الظالم تأجر الجمال. قال ما أكريته أشرا ولا ظالما، يذهب إلى الحج. فقال له الإمام الكاظم عليه السلام أيقع إكراؤك عليه؟ الأجرة تستلمها ممن؟ قال منه. قال أو تحب بقاءه؟ قال نعم. بعد إذا مات وما بيعطيني الكروة إلا إذا رجع من الحج راح أخسر كل شيء، أجرت ببلاش. قال ومن أحب بقاءه كان منهم، ومن كان منهم فقد أورد النار وباع جمال صفوان. استدعاه لما بعت الجمال؟ قال لقد كبرت في السن. قال كلا إنها كلمة لموسى بن جعفر، ولولا صحبتك لقتلتك. ذهب صرف. لكن السبب الذي جعل هارون اللارشيد يعتقل الإمام هي الأسلوب الثاني، وهو الأسلوب الصريح في المواجهة. حينما رجع هارون من زيارة بيت الله الحرام ووقف إزاء قبر النبي صلى الله عليه وآله بلغنا الله وإياكم الوصول، أراد أن يعطي لنفسه الشرعية. قال السلام عليك يا ابن العم، وإذا بالإمام يقول السلام عليك يا جداه. إذا هذا ابن عمك هذا جدي. غضب هارون، أتزعم أنك أقرب منا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فرد هذه الشبهة بالحجة، شبهة بحجة منطقية. قال لو بعث النبي صلى الله عليه وآله وتقدم لخطبة ابنتك أتجيبه؟ قال نعم وكيف لا، وأفتخر عند ذلك عند العرب والعجم من مثلي رسول الله صلى الله عليه وآله يتقدم لخطبة ابنتي. فقال إمامنا الكاظم سلام الله عليه ولكنه لو بعث لما فعل ذلك، لأن ابنتي ابنته، كيف يتقدم لخطبة ابنته؟ هذا السبب الذي جعل هارون الرشيد، هذا من أحد الأسباب، من ضمن الأسباب الأخرى أنه وشى عليه من؟ محمد ابن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. كان كما يقول الشيخ المفيد رجل ليس صالحا، وشى على عمه. وإذا بهارون الرشيد يقطع على إمامنا الكاظم صلاته ويأخذه من سجن إلى سجن، بصرة والكوفة، الفضل بن يحيى، الفضل بن ربيع البرمكي،
إلى أن أودع في تلك الطامورة، لأن امتنعوا أن يقتلوه، كل سجان يأمرهم أن يقتل الإمام فيمتنعوا، إلى أن أشخص إلى تلك الطامورة بأبي وأمي. طامورة السندي بن شاهك 40 درجة تحت الأرض، لا يعرف إمامنا الكاظم الليل من النهار، ضيقة، وإذا أراد أن يشم الهواء هناك فتحة صغيرة. هناك رواية وجدتها ينقلها أحد المؤرخين، إذا أدنى الإمام رأسه من تلك الفتحة ليشم الهواء فيأتي ذلك اللعين يضرب إمامنا على وجهه. إلى أن جاء إليه ابن سويد يقول اشتقت إلى الإمام وشئت بعض السجانين، فجئت نزلت في تلك الطامورة رفعت يدي لم أكد أراها من شدة الظلمة، وسمعت أصوات الحديد والسلاسل علمت أن الإمام يصلي. لما انفتل من صلاة التفت إلي قال يا ابن سويد ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال سيدي إن قلوب شيعتك مشتاقة إليك، وقد صدورنا سيدي يا أبا الحسن متى الفرج؟ قال يا ابن سويد إن الفرج قريب. قريب متى سيدي؟ قال بعد 3 أيام في يوم الجمعة. وأين المكان سيدي؟ قال على جسر الرصافة ببغداد. خرج علي بن سويد فرحا مسرورا، قام يطرق أبواب الشيعة بابا بابا وهو يصيح البشارة البشارة، إمامنا سوف يخرج. تجمع الشيعة عند ذلك الجئس، كل لبس الجديد، كل يهنئ الثاني يقول للآخر أيامك سعيدة أيامك مباركة. بينهم كذلك ينتظرون خروج الإمام، وإذا بباب السجن يفتح ويخرج منه جنازة يحملها 4 من الحمالين. دققوا النظر وإذا بهذه الجنازة مقيدة بالسلاسل والأغلال والحديد، وضعوها على جسر الرصافة، نادوا عليها بنداء الذل والأوان والاستخفاف. خلاف الطيب يعني قول صعب أن يقوله الإنسان. ثم نادى مناد من أراد أن يتفرج على إمام الرافضة الذي تزعم شيعته أنه لا يموت. تعدوا أكثر، سامحني يا صاحب الزمان، مصيبة جدك مصيبة عظيمة، ما الذي صنعوا؟ يقولون المؤرخون الرايح والجاي يأتي يرفس الجنازة برجله. ألا من مناد وإماما والسيدة. جاء ابن السويد ألقى نظرة على تلك الجنازة وإذا به يرى جنازة الإمام. مر طبيب نصراني تربطه على أخي، قال يا هذا بحق المسيح إلا أن كشفت عن هذه الجنازة. جاء الطبيب ورفع كف الإمام شمها، التفت لابن سويد قال يا ابن سويد ألي هذا الميت من عشيرة؟ ليش تسأل هذا شيخ العشيرة؟ قال لكي يطالبوا بدمه فإن الرجل مات مسموما. وقف يم جنازة ابن سويد وياي الطبيب، شال شف يده وشمه وارتفع من النحر
قال غاذا من عشيرة لو بلدتكم غريب كان تسأل عن سبب موتى ترى بالسم قضى صفك شفه وزفار والجيب منه مزقار قالوا هو شيخ العشيرة والعشيرة مفرقة شتت وضحت منازلهم خلية مغلقة ليت حاضر لي وشيل جنازة عزيز الرض يا خلوك شفت جنازة بالحديد مقيدة على حمام الأربعة تبكي الحالة وحول سليمان صارخ من سمع ذاك قال خبروني صاير ضاق برحب الفضا قالوا اللي على الجسر صوبين كلهم ينظرون عدهم جنازة حجازي مدد ويتفر قال جيبوها بعجل ترى زلزل الكون هذا من بيت النبوة وبيت ومحد في القضاء جغزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا برده بعشرين ألف جسم بن جعفر كفنوا صاح المحشم يا شيعة إمامكم قوم احملوا العد الشعاب ضجة للسرير معرضة ثم نادى على هذه الجنازة من أراد أن يشيع الطيب ابن الطيب فليأتي حملت جنازة الإمام يلا نشيح بأصواتنا بقلوبنا ما حل مشيت الشيء عام ورا نعشي اي مرحبا بهالاصوات مغفوره الذنوب مقضيه الحوائج احلى مشيت الشيء عام ورا نعشي كاشفين الروس جمله نشر اسود الاعلى والنساء تصرخ يا ويلي والزلم تلطم الغال حال إمام بالسجن ميت ولا حد غم وين بتاخذنا أبو يوسف ها قال عن غريب الغاضرية وين راحت شيعته ليت حضروا قبل ما دوس العواد جثته عاينا وزينب تنخي من يشيل جنازته جثته ظلت على حر الصعيد مرضض جاء زينب ما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم نادى ابن سعد أجيبها أنواري قال لا بل تركب عشرة من الخيالة على بنات الأعوجية ترد ظهره وصدره أمام زينبها سعد الله قلبك يا أم المصائب بيت الدعاء اللي عند حاجة إيش قال زينبها ركبت لي من الجيمان عشرة وصعدت يا ويلي فوق صدره من بعد ما حز الشموس
وشلون لسان زهر العابدين ها؟ يا الأبا أبا يا أبا عبد الله لقضي يا أبويا بالبكاية يا ليل ونهاري مثلك ما شفنا مشفننا في بواري من بعد ما تبقى ثلاثة أيام عري فوق الثرى وستراك يا بويا بهالفلغبار. شلون حال الإمام يا زين العابدين ها؟ قال ما حد تدنى من الخلق شكلهم رموز غير محاسنهم يا عمه حر الشموس ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا. أما البطل عباس لا راس ولا